مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حوار مع الكبار. حلقتنا النهارده هتكون مختلفه جدا لان هيكون منورنا النهارده ضيوف جداد على برنامجنا، بنرحب بيهم. طبعا هيكون معانا في اول فقره بيكاسو مصر او اصغر فنان تشكيلي في مصر. برحب بحضراتكم طبعا استاذه شيماء الشامي، اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا محمد. وطبعا هيكون معانا في الفقره الثانيه منى رأفت مطربه صغيره. بس يا منى قبل ما نبدا معاكي فقرتك فهنكون مع استاذه شيماء ومحمد، طبعا منورينا النهارده. وفي البدايه انا حابه اعرف طبعا محمد محمود اصغر فنان تشكيلي في مصر، اطلق عليه بيكاسو مصر. ايه الموضوع يا استاذه شيماء؟ اول حد اطلق عليه كانت بيكاسو مصر هي استاذه عبير عبد السلام في مقالها اللي كتبته عنه بسبب رسوماته المميزه. يعني هي اللي اطلقت عليه الاسم. طيب انا طبعا في البدايه حابه حضرتك تكلميني عن بدايه محمد قبل ما يدخل اصلا مجال الرسم، ايه اللي دخله المجال ده وخصوصا ان هو سنه صغير؟ سنه كام سنه يا محمد؟ 7 سنين. فازاي والرسومات اللي مع حضرتك اللي طبعا هنشوفها وهنطرحها النهارده على المشاهدين، فعرفيني في البدايه الموضوع بدا معاكي ازاي؟ اولا هو كان محمد مر بظروف معينه، هو طفل طبيعي كان نظره ضعيف بس، فحبيت اروح اكشف له عند الدكتوره اطمن عليه. فالدكتور قال لي هو عنده عيب خلقي في العدستين، العدستين متحركين بنسبه كبيره جدا، وكان لازم يزرع عدسه. ده من هو طفل مولود؟ هو طفل صغير. كان لازم يزرع عدسه في اسرع وقت ممكن، فزرعت له عدسه، ففي عين قبلت العدسه والعين الثانيه لا ما استجابتش للعدسه. كطبيعي كاي جسم غريب بيدخل جسم الانسان، في جسم بيقبله وجسم لا. تمام. اتكرر العمليه اكتر من مره بس للاسف بلا فايده. رحت لاكبر دكاتره في القاهرة، اسكندرية والمنصورة، كان نفس الكلام، اللي العين مفيش أمل فيها وحصل فيها ضمور، وفي عين تانية بيشوف بيها بس ضعيفة شوية. فبدأت أروح لدكتور عيون صناعية عشان أبدأ أفرغ العين وأركب وأزرع كورة وأركب عين صناعية جمالية فقط. كل ده هو كان في سن كام سنة؟ 3 سنين. 3 سنين. بدأت بعد ما ركبت له عين صناعية جمالية فقط، اللي هي كل شهرين بخلعها وأركب وأغسلها له وأركبها له، كل 6 شهور أو سنة بتتركب عين على حسب نموه بتعادل 5000 جنيه بركبها له، ومع طبعا مع دكتور العيون الصناعيه للعين اللي ما بيشوفش بيها، ومتابعه مع الدكتور العين اللي بيشوف بيها اللي هي العيون الدكتور العادي او اللي هو العيون الطبيعي. تمام. كملي بقى. دخلت انت بتقولي كل ده هو كان لسه 3 سنين. 3 سنين. تمام. انت فضلتي بقى في رحله العلاج دي لحد امتى؟ قعدنا سنه تقريبا رحله. تمام. العلاج ورحله العلاج مستمريه العمر كله معايا على اساس هي عين صناعيه. تمام. كل سنه. ده بالنسبه للعين الصناعيه اللي ما بيشوفش بيها. اما العين الثانيه هو ما يتم بس 20 سنه بيزرع عدسه طبيعيه، بس بيزرع عدسه وربنا ييسر الحال ويشوف بها كويس يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب. طيب انت كده وصلنا لسن هو كده 4 سنين. طيب بعد كده بقى ايه اللي جاب لك فكره ان هو طبعا طفل 4 سنين بيبقى صعب ان احنا نعرف اصلا موهبه الطفل في السن ده، بس هو السن المفروض اللي احنا نهتم فيه بالطفل، نعرف موهبته ايه نقدر ننميها معاه من هو صغير، فانت اكتشفتي ده ازاي؟ كان محمد دايما بيحب يرسم، كنت بجيب له كراريس كتير بيقعد يرسم فيها ويلون، فبدات الاحظ اللي هو يعني بيحب الرسم وعنده موهبه او مميز شويه عن اللي في سنه، فبدات اجيب له جميع ما يتعلق بالرسم، جميع تعليم الرسم خطوه بخطوه، فيديوهات على اليوتيوب اخليه ينمي الموضوع الرسم عنده، بدات اجيب جميع متطلبات الرسم الخاصه بيه. بدا اما كبر شويه بدات يروح المدرسه، بدا المدرسين يلاحظوا برده اللي هو رسم مميز عن غيره، بدا يطلقوا عليه الفنان محمد، بدا اهتم المستر بتاعه لقى محمد موهوب او معنى اصح عنده استعداد يتعلم الرسم، بدا يدرس له ويجيب يعني تعلمه. انت في البدايه انت اللي اكتشفتي اصلا؟ انا اللي اكتشفت موهبه الرسم عنده. تمام. في البدايه. طيب انت نميتي الموهبه وبداتي تخليه يمارس ده وتجيبي له زي ما قلتي اشكال ورسومات ويمشي خطوه بخطوه. طيب هو اتقن الرسم امتى؟ طبعا انا عاوزه طبعا اشوف الرسومات طبعا اللي معاكي وانت بتكلميني عرفيني هو اتقن ده امتى وتعلمه في قد ايه. تمام. هو عنده 6 سنين تقريبا بدا مرحله الرسم اللي هي الحقيقيه فعلا، اللي هي بدا يظهر شويه رسوماته، بدا يطور من رسمه. للكاميرا اتفضلي حضرتك. يعني اتفضلي مش عارفه الكاميرا كده هتجيبها. وهو صعب جدا اصلا الفن التشكيلي
يعني هي غريبة على طفل شوية أو مش متواجدة عموما يعني عندنا في مجتمعنا هنا، غير نادرا جدا لما نلاقي طفل مهتم بالفن التشكيلي أو بالرسم التشكيلي، فعاوزة أعرف ليه برضو اخترتي ده. أنا حبيت أختار حاجة مميزة شوية، حبيت محمد يكون مميز عن غيره. يعني كلميني الأول عن دي كده، هو محمد اللي من دماغه ولا انت بترشديه لا، وهو بمساعدة المدرس بتاعه، مساعدة هو اللي بيوجهه، المدرس، هو اللي بيعلمه ازاي يدمج الألوان، هو اللي بيوصله ازاي يوصل الرسمة ويتقن فيها ويطلعها بالمنظر ده. برافو، طبعا انت هو مستر احمد رجب، هو اللي مدرس في مدرسة الكورير، هو اللي علمه يعني لو الرسم ممكن ده. تشرحي لنا سريعا الرسومات عبارة عن ايه؟ هو الرسومات بيحب الطبيعة محمد، هو بيجيب له فيديوهات، المستر بيجيب له فيديوهات، بالظبط محمد انا ده بيبدأ بساله، يختار الرسمة. وحاسه ان الالوان متقاربه جدا من بعضها. هو ألوان هل مية ده بقى بيستخدمها، الالوان هو كمان اللي بيختار الالوان؟ هو بيعلمه ازاي يدمج الألوان، والألوان دي كلها ألوان اسمها ألوان مية، هو برافو بيرسم يا بيها. محمد. طب قولي لي بقى الرسومات دي كلها رسمها وهو في سن كام سنه؟ وهو يعني 6 سنين ونص تقريبا. معلش في بعض الرسومات متبهدله شويه عشان محمد طبعا كاميرا طفل. جابتها؟ لا مش متبهدله ولا حاجه، برافو عليه. قلت لي الرسومات دي كلها رسمها في سن كام؟ يعني 6 سنين، وهو عنده 6 سنين ونص تقريبا، بدأ من لحد الوقت ده يرسم كل اسبوع تقريبا رسمه. انا برضو مش برهقه قوي في الموضوع الرسم عشان عينه، فبخليه يعني ما يمسكش القلم ويدقق قوي في النظر وكده، عشان برضو حباه، لانه في حاجات تانية برضو محمد لازم اخليه يهتم بيها بمذاكرته، صح، عشان ما اخليش حاجه برضو تاثر على حاجه او تعمل مشكله معاه. طيب انت قلتي لي دلوقتي ان هو بدا رسم من سن 6 سنين، اللي هو بيطلع رسمه بشكل كامل بالشكل ده. طيب قولي لي ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ يعني انت بتقولي دلوقتي المدرس ساعده، وانت كنت بتوديه لدكاتره وسنويا بتغيري له العين الصناعيه. طيب انت ايه الصعوبات اللي واجهتك في كل ده؟ اكيد كان ليكي دور فعال يعني. اولا وانا بكشف له عن دكتور العين الصناعيه، رد اولياء الامور قالوا لي احنا هنربي ولادنا او هنعلم ولادنا في البيت، تعليم في البيت. ده اللي هم اولياء الامور اللي أو بنفس الناس الحاله. هم نفس حالات محمد، بل بالعكس محمد اسوأ منهم حاله، لان العين اللي بيشوف بيها اصلا ضعيفه. تمام. فدلوقتي فقالوا لي لا احنا هنعلم ولادنا في البيت، مش هنودي ولادنا خالص المدرسه. فوالله فقلت الكلام ده لاختي عبير الشامي اللي كان لها الفضل الكبير بعد ربنا، اللي انا اهتم بمحمد واغير فكرتي خالص وما اتاثرش بالكلام بتاعهم. قالت لي يعني انت هتحكم عليه بالموت؟ فعلا الكلمه دي وجعتني، يعني هو طفل مالوش ذنب، اللي هيحصل له ظروف معينه، فكان لازم اللي انا اغير تفكيري تماما. فعلا حبيت اللي انا اهتم بيه بموهبته، بدات اهتم بالرسم، بدات اخليه مميز عن اللي في سنه من اصحابه، عشان لو اتعرض للعين، هي العين لما بتوسع او بتحب او المفروض تتغير بتتضير منه، فالخرام بتبان، فمنظره بيبقى زعلان او متضايق، او بمعنى اصح العين ممكن تقع منه. اما العين توسع او تتغير لازم بروح اجيب مقاس تاني، فالعين بتقع منه، معرض اللي هو وسط اصحابه العين تقع منه. معرض ان هو وسط صحابه العين تقع منه، هل بيتعرض لتنمر او لا؟ هو طبيعي وهيتعرض للتنمر، بس لان الاطفال دول صغيرين فغصب عنهم انا ما اقدرش ان انا الومهم، لان طبعا سن صغير. ماليش علاقه، هم طبعا صغيرين، ودي طبعا مهمه اولياء الامور في البيت، بس انت عالجتي ده فيه ازاي ان هو ما يتضايقش او ما يزعلش؟ انا عالجت فعلا الكلام ده منه، اللي انا قلت له يا محمد لازم نرضى بقضاء الله، اي حاجه ربنا اداها لنا اكيد ربنا هيعوضنا باحسن منها. وطبعا بدات اجيب له فيديوهات اللي فيه اطفال في نفس السن، في سنه او اكبر منه، اقول لهم بعد الشر مش بيشوفوا كويس، ما بيشوفوش خالص، او عنده اي مشكله سواء في اي حاجه في اعضاء جسمه. فقلت له شوف احنا احسن منه ازاي يا محمد، شوف احنا انت بتعرف تشوف بالعين الثانيه ربنا خلقها لك، وبتشوف بيها وبتشوف بالعكس، بتشوف احسن من الاطفال اللي هم يا رب يحفظه، بيشوف احسن من الاطفال اللي هم في نفس السن بتاعه او عنده او ما عندهمش اي مشاكل، بل بالعكس بيرسم وبيبدع في الرسم. طب قولي لي بقى مين اللي دعم محمد ودعمك ان انت تكملي معاه وتبداي عموما اصلا معاه في الفن التشكيلي، وان يكون قدامنا النهارده فنان بنستضيفه في التلفزيون وبنتكلم عليه وفي سبوت دلوقتي مسلط عليه، فعرفيني انت مين اللي دعم ومين اللي دعمك ومين اللي اداكي الدفعه الاولى ان انت تعملي ده؟ اولا اختي عبير الشامي اللي كان لها دور كبير في مساعدتي لمحمد في المذاكره، في حفظ القران، محمد ربنا يحفظه حافظ جزئين من القران، في نزول النادي ويتمرن، بيتمرن فتنس والعاب قوه ومميز في الجري عن اي حد من اصحابه، فكان لها دور كبير. الرياضيات اللي بيلعبها
فكان لها دور كبير جدا في 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 توجيه محمد او مساعدتي، لان محمد طفل برضو صغير بيتحرك كتير، ازاي اخليه اقعد يا محمد مرن ايدك شويه على الرسم، اقعد يا محمد اما اذاكر لك وحفظك القران. كان طبعا بيتعبني شويه، يعني خد مني مجهود، يمكن مجهود كبير جدا خلاني يمكن اقصر في حق نفسي عشان خاطر ان انا اطلعه بالصوره اللي حضرتك شايفاه دلوقتي. ما شاء الله عليه، ربنا يحميه. طبعا عاوز اعرف كمان، انت قلتي لي ان هو شارك في معارض، الخطوه جت ازاي؟ قبل ما نذكر المعارض دي ايه، الخطوه جت ازاي في ان هو يشارك في معارض ووصل لده ازاي؟ اولا الخطوه دي جت ازاي، اللي في ناس كتير وجهوني ان انا اتحرك واروح يعني انشر في جروبات معينه، جروب الناس كتير فعلا انا هشكرهم دلوقتي واقول لحضرتك عليهم، هي الخطوه اللي خلته وصل للمعارض، الناس في المعارض عرفوه وبعتوا له دعوه فعلا. احنا معانا في البدايه اللي كتبوا عن محمد مقالات، وطبعا بنشكرهم، استاذه سمر كتبت عنه مقال في جريده الوطن بعنوان محمد ضد الكسر، كلميني عن الموضوع ده. قلت لحضرتك الجروبات اللي هم نشروا عنه فعلا، بعد ما نشرت في الجروبات اللي هي مثلا زي جروب حد ما يعرفكش خليه يعرفك، لقيت استاذه سمر بتكلمني عاوزه تنشر حكايه محمد وتكتب عنه وتكتب عنوان مقال بعنوان محمد ضد الكسر. وكان جمله بصراحه كانت رائعه جدا طبعا في اختيارها للكلمات واختيارها للمعنى الجميل ده. وفي برضو معانا كمان استاذه عبير عبد السلام كتبت عن محمد مقال في جريده حكايه وطن بعنوان محمود بيكاسو مصر، دي اللي اطلقت عليه اسم بيكاسو مصر، وكان اسم بصراحه فظيع جدا او مميز كمان، اللي هو خلته اللي هو مميز عن اي حد. كمان كان معانا استاذه شيرين كتبت عن محمد مقال في جريده بلدنا اليوم بعنوان محمود بيكاسو المحله. وكمان معانا في الاخر استاذ عبد الستار كتب عن محمد مقال في جريده المساء بعنوان مواهب بلدنا. طبعا بنشكرهم جميعا وبنشكرهم لدعمهم لمحمد ولكل ولادنا. وطبعا معاكي بقى تكلميني عن المعارض. المعارض قبل ما نتكلم عن المعارض، في ناس اللي وصلوا لي لمرحله المعارض، في حاجه عاوزه اقولها، استاذه هبه عوض كاتبه متحفز تحفيزي واخصائي تخاطب، استاذ احمد تعيشت من المغرب، استاذه ابتسام محمد رئيسه ملتقى الابداع الفني والدولي وفنانه تشكيليه، دول كان لهم دور كبير بتوجيه ودعمي وتوجيه محمد، الدعم انا اقصد بالدعم النفسي وتحفيزي، ووصلوا لي اللي هم كلامهم عن محمد، وصلوا لي لناس كتير عرفوه في المعارض وبداوا يبعتوا لنا دعوه لمشاركه محمد في المعارض. هل كنت بتقابلي حد في سنه ولا لا؟ يعني قبل في يعني المعارض، في المعارض كان اصغر فنان تشكيلي محمد، ده اللي كان اول فنان. هل كان في اطفال؟ ما هو معرض ومعارض زي حضرتك قلتي متكرم فيها، ومعارض كبيره باسماء كبيره، فمش يعني مش طبيعي، مش من الطبيعي ان يكون معاهم طفل او ان هم يثقوا ان طفل يقدم لوحات. فالنقطه دي انت وصلت لها ازاي، وازاي جت الثقه في محمد؟ انا كنت بصور لمحمد وهو بيرسم فيديو، مصوره اكتر من 4 فيديوهات تقريبا لمحمد وهو بيرسم، لان كان ناس كتير جدا مستغربه ازاي السن ده ربنا يحفظه يرسم بالاتقان ده، فكان لازم اعمل فيديوهات لان عشان محمد يتعرف والناس تعرفه. تاني حاجه اما نشرت فيديوهات له والجروبات اتكلمت عنه، بدا معرض لمسات يبعت لنا دعوه لمشاركه محمد في المعرض لمسات العربي الافريقي، بعتوا لنا دعوه وتم فعلا مشاركه محمد في المعرض، وتم حصوله على شهاده تقدير واصبح ضمن الفنانين التشكيليين. ده كان اول معرض شارك فيه. برضه بعتوا لنا معرض تاني كان ملحق بمزاد لمسات، اسمه منظم من جالوري لمسات الاول، حصل برضه على شهاده تقدير واصبح ضمن الفنانين التشكيليين الكبار. وبرضه محمد شارك في معرض اسمه معرض رابطه فناني العالم، اللي بشكر منظمه المعرض استاذه سميره السوري على مجهودها مع محمد، فعلا شارك بس لسه ما ادوناش النتيجه بتاعت محمد. احنا شارك بفيديو كل اصحاب المعارض اللي وثقوا فعلا في محمد. انا عاوزاكي تقولي لي انت بتنظمي وقت محمد ازاي، يعني عاوزاكي كده في رساله تقدميها للمشاهد او اللي في نفس حاله محمد، زي ما قلتي في ناس بتحكم على اولادها بالموت، فانا عاوزاكي توجهي لهم رساله، انت ازاي بتنظمي وقته وازاي طلعتي منه يعتبر بطل ونموذج نفخر بيه، فقولي لهم انت عملتي ايه. انا بقول لهم اي حاجه ربنا بيديها لنا لازم نحمد ربنا عليها، واكيد ربنا هيعوضنا باحسن منها، وبصوا في اولادكم كويس ودوروا جواهم، لانه في جواهم حاجات كتير حلوه، بس ساعات انتوا اللي بتقضوا عليها بسبب عدم رضاكم بقضاء ربنا.
لانه انا صعب ان انا راضيه، انا صعب ارضى بقضاء الله، فطبيعي ان انا هيبقى مش هقدر اغير من ابني او اخليه ابين الحاجه الحلوه اللي جواه، لان انا مش راضيه اصلا. اما بالعكس لو انا راضيه بقضاء ربنا، انا بشوف الحلو اللي جوه ابني، هبدا انمي فيه اي موهبه، سواء كانت اي موهبه معينه جواه ابدا اطور منها، ابدا انميه، ما احكمش عليه بالموت، لان الحكم على طفل بالموت دي حاجه صعبه قوي. بتقدري تنظمي وقت محمد في الدراسه ما بين الرسم والمذاكره، وان هو يكون كمان ليه رياضه وهوايه، فعرفيني بتعملي ايه، جدوله ايه؟ انا قلت لحضرتك اللي دوت مجهود جامد قوي انا بعمله، لان محمد برضو له اخوات تانيين وبرضو لازم اهتم بيهم. بالظبط. محمد المفروض اللي انا بصراحه هو بقى بيتعبني الفتره دي كتير، ما عادش زي الاول محمد اللي كان بيقعد بالساعات يرسم، ما عادش. هو ده السن الطبيعي. هو ممكن عشان هو بقى في حاجات تانيه زي المدرسه، يكتب الواجب، يذاكر، يحفظ القران، ينزل النادي، كان المفروض ممكن يكون في ستريس جامد عليه، فهو فهو برضه ضغط عليه، فطبيعي كان لازم يحصل كده اللي هو محمد اتغير شويه. بس انا بتعب قوي عشان اقدر اخليه يحفظ القران وانظم له وقته ما بين المروح للمدرسه او ما بين الدروس او ما بين الرسم مثلا، ممكن حصه في الاسبوع انمي موهبته واخليه يواصل فيها، ويعني وبطلب من الناس كلها اللي هي تدعي لمحمد وتعرفه كويس، وكمان اكمل في المسيره اللي انا وصلت لها، مش عاوزه ارجع، انا عاوزه اطور من محمد اكتر. نفسي انا مش بطمع، انا دايما الانسان بيتمنى الحاجه الاحسن لاولاده، وبالذات لو حد لو طفل عنده ظروف معينه. انا نفسي اخلي محمد يتطور اكتر من في الرسم ويبدع اكتر، بس هو يساعدني، نفسي هو يساعدني ويشجعني بصراحه. بتفكري له طبعا غير السؤال اللي انا هساله له وعاوزه اسمعه منه، عاوزه اسالك انت بتفكري في المستقبل محمد هيوصل لايه، او هتشتغلي معاه على ايه الفتره اللي جايه؟ الفترة اللي جاية هنمي أكتر موهبة الرسم عنه، هنمي أكتر موهبة الفن التشكيلي، هخليه يوصل لمستوى معين أنا نفسي أوصل له، هخليه يشارك في معارض، أكبر معارض، ويتعرف أكتر بره، وناس كتير يسألوا عنه ويعرفوه ويشارك في أكتر مكان، ده اللي نفسي أتمناه. محمد أسألك بقى سؤال، ممكن قولي بقى أنت عاوز لما تكبر أو في الفترة اللي جاية عاوز تعمل إيه؟ عاوز أرسم، عاوز ابقى عندي جمهور. انت بالفعل عندك جمهور. عاوز ابقى عندي معرض كبير. هتعمل فيه ايه بقى المعرض؟ هرسم لوح واعلقها في المعرض. ايه تاني نفسك في ايه تاني؟ وكمان انا عاوز يبقى عندك معجبين. كتير. قول انطقها يا حبيبي، قول. عاوز ابقى عندي معجبين كتير، وعاوز كمان في المعرض ابقى عندي العاب كتير برضو. لازم يضيف الاضافه. طبعا. طبعا يا محمد، طبعا انا بتمنى له طبعا كل اللي هو بيحلم بيه ده يتحقق طبعا في المستقبل، وهيتحقق طبعا بوجود حضرتك جنبه. فعاوزاكي انت دلوقتي قدمت لنا نصايح لتنظيم الوقت، وانت بتعملي ايه مع محمد وماشيه معاه ازاي. طب انا عاوزاكي توجهي رساله للامهات عموما اللي عندهم اطفال في سن محمد، ازاي يقدروا ينموا الموهبه داخل ولادهم ويكتشفوا الموهبه ازاي. ممكن نجيب لاولادنا اي حاجه خاصه، مثلا لو موهبه الرسم مثلا او بيرسم، او اي طفل عاوز حابب مثلا الرسم، بنجيب له كل ما يتعلق بالرسم، نتعب شويه وننظم لهم وقتهم شويه، نحفزهم. انا كنت بحفز ابني واقول له كل شويه انت بقيت فنان كبير، انت عندك معرض، هو عامل لي برده معرض في البيت، يعني بيرسم لوح ويعلقها في البيت بصرف النظر على المنظر الجمالي، مش مهم، بضحي بس عشان خاطر احفز ابني اللي هو هيوصل لحاجه كويسه. وفعلا فكره المعارض والحاجات دي جت في ذهنهم وهو صغير. تاني حاجه بابا كان بيشجعه طبعا، بشكره طبعا لانه تعب معانا كتير، بيشجعه. محمد بيرسم اللوح دي كلها، وبابا بياخد اللوح يعني قدام محمد وبيبيعها له ويعمل له رصيد في البنك، بيحط له الفلوس في البنك. فيعني بصراحه احنا بنشكره عشان بنتعبه معانا في الموضوع ده كتير. برافو يا محمد، وطبعا انا بتمنى لك مزيد من النجاح، بتمنى تحقق كل اللي بتحلم بيه وكل اللي بتتمناه، وتفتح المعارض اللي نفسك فيها وبتحلم بيها. وطبعا يا استاذه شيماء انت كان ليكي دور كبير ودور مؤثر في حياه محمد، ولسه طبعا مكمله معاه. انا بشكركم جدا. حابه تقدمي تقولي اي حاجه في نهايه الفقره؟ ربنا يخليكي يا رب. انا بقول لحضرتك دي شهاده تقدير اللي خدها محمد من معرض لمسات، واصبح ضمن واسمه ضمن الفنانين التشكيليين. معرض لمسات واصبح اسمه ضمن الفنانين التشكيليين، مكتوب اسمه محمد محمود.
ده معرض ايه؟ ده لمسات، ملتقى لمسات المصري الافريقي، وفي برضو جايزه تانية بس احنا لسه هنروح نجيبها، برضو نفس ان شهاده شاء تقدير، الله. وبرضو اسمه برضو مكتوب ضمن المعرض التاني اللي اتعمل. عاوز معجبين ايه تاني بقى يا محمد؟ كل دول ربنا داعمين يخليك يا رب، ومعجبين يا محمد، عاوز ايه تاني؟ ربنا يخليك يا رب. طبعا دعواتهم بس طبعا محمد انا يكمل المشوار وما يقفش ابدا ان شاء ويطور من الله. نفسه. طبعا انا مبسوطه بيك جدا يا محمد، وانتوا شرفتوني النهارده، وبشكركم جدا جدا على وجودكم شرفتينا معايا، وبتمنى لك مزيد من التألق والنجاح وتحقق كل اللي بتحلم بيه ان شاء الله. شكرا لك، طبعا نورتيني النهارده وبشكرك بنورك يا جدا. حبيبتي، بنورك. هنروح بقى للموهبه اللي معانا اللي شكلها نامت. منى رأفت. منى رأفت ضيفتنا من المحله برضو النهارده. منى الاول عرفيني بنفسك. انا منى، عمري 16 سنه، من المحل. ها، من قول. المحل. من المحل. طيب منى، انت موهبتك الغنى، بتغني بقالك قد ايه واكتشفتي الموهبه ازاي؟ بغني من وانا عندي 7 سنين. وانت عندك 7 سنين. مين بقى الداعم ليكي؟ مين اللي دعمك وقال لك انت صوتك حلو؟ مامتي وعيلتي كلها كانوا مامتك بيقولوا لي. مامتك صوتها حلو زيك، عشان انا سمعت قبل ما ندخل الهوا، صح؟ صح. طيب قولي لي يا منى، انت هل في حد بيدربك؟ هل درستي ولا دي موهبه بس عندك؟ لا، دي موهبه بس. طيب انت هتسمعينا ايه النهارده؟ اغنيه فرصه تانيه. طيب يلا نسمع. غريب الحب من فهمه، ما بين اتنين بيتفرقوا وبين اتنين بيتفرقوا، في حد الحب ده سرقه وحد الحب كان وهمه. غريب الحب من فهمه، ما بين اتنين بيتفرقوا وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقه وحد الحب كان وهمه. والفرصة التانية بنستناها، وهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين، وإن كان في حاجة احنا خسرناها هتعوض في الجاية، لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين. وآه رايحين على فين، ويا ترى هنقابل مين، نرتاح ويا بعد فراق الغاليين، الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسين. رايحين على فين، ويا ترى هنقابل مين، نرتاح ويا بعد فراق الغاليين، الذكريات من كترها فاكرينها مش ناسين. والفرصة التانية بنستناها، وهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين، وإن كان في حاجة احنا خسرناها تتعوض في الجاية، لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين. ونروح ونتيب ونقول ما حصلش نصيب، ونغيب ونشوف لو يجي لأي حبيب، الذكريات من كترها فاكرينها مش نسيت. والفرصة التانية بنستناها، وهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات حتى ولو مش قاصدين، وإن كان في حاجة احنا خسرناها تتعوض في الجاية، لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين. برافو عليكي، طبعا انت اول مره هوا، انا عارفه انت شويه مرتبكه، بس برافو عليكي وادائك كان كويس جدا. عاوزه اعرف منك يا منى، انت بتقولي ان انت اللي دي هوايه عندك، وانت بتدربي نفسك في البيت، هل الفتره ايه اللي الاول، ايه اللي انت بتفكري فيه الفتره الجايه تعمليه بالنسبه لموهبه الغنى اللي عندك؟ هل بتفكري تتدربي؟ هل بتفكري تنمي موهبتك؟ بتفكري في ايه او بتحلمي بايه في الفتره اللي جايه؟ اغني ويبقى ليا فانز وكده.
ونتدرب صح ونتدرب اكيد. عاوزه تقولي اي، توجهي اي رساله لماما لبابا لاي حد مين الداعم ليكي، حابه توجهي رساله قبل ما نختم فقرتنا؟ اوجه رساله لمامتي وجدتي. تقولي لهم ايه؟ اتفضلي. بقول لهم شكرا، هما اللي كانوا بيدعموني وكانوا بيقولوا ان انا صوتي حلو كده، وبشكرهم يعني. انا بشكرك كمان ان انت كنتي معايا النهارده، وبشكرك استاذه شيماء، بشكرك جدا يا محمد. مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل وفقره تفسير الاحلام. هنفتح الديسك. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين معاكم برنامجنا حوار مع الكبار، وهيكون منورنا الفقره دي استاذه عصمت محمود النويشي مفسره الاحلام. بنرحب بحضرتك. الله يخليك ازيك يا رشا. الحمد لله. طبعا بناء على طلب المشاهدين الكتير جدا والمعجبين الكتير جدا بالحلقه اللي فاتت، كان لازم نعمل حلقه تانيه. فالنهارده حلقتنا طبعا هنتكلم عن تفسير الاحلام فقط، وفي البدايه عاوزه حضرتك تكلمينا عن تفسير الاحلام، هل ده هوايه ولا عمل؟ ولا هوايه ولا عمل، هبه. هبه لازم تاخدي، يعني هي هبه من الله عز وجل. يعني ما فيهوش دراسه والكلام ده ولا ايه؟ بصي، هي في ناس بتعمل دراسه تمام، بس في شفرات معينه ما يعرفش يجيبها الدارس، واتحدى هي الشفرات دي بتيجي هبه من الله عز وجل. تمام. والحمد لله بفضل الله اللي دايما عنده الهبه دي، هي كمان مش موهبه، هي هبه بتاخديها او بتكتسبيها من قربك لله عز وجل. اللي عنده الشفرات ديت هو الوحيد اللي معظم تفسيراته بتبقى صائبه، ودايما الناس تقول لك مثلا ايه لما يكون في مفسر قوي قوي، تعرفت منين؟ انا عرفت من الشفرات اللي في الرؤيه بتاعت الحلم، رؤيتك او حلمك. فلا هي عمل، بس في ناس بتتربح منها، بس انا رايي يعني هبه الله ما حدش تربح منها. طيب احنا طبعا السؤال ده هيجيب لنا سؤال تاني، ليه في بعض الناس بتخلط ما بين تفسير الاحلام وعلم الغيب؟ ده حاجه وده حاجه تانيه خالص. ولكن في بعض الناس بتخلط بين ده وده، يعني ممكن اقول مثلا حلم او رؤيه وحضرتك تفسريها لي، فحد يقول لا ده فلان ده بيشوف علم الغيب وفلان ده بيعرف، وخصوصا بقى لو الرؤيه دي اصلا اتفسرت. حلو جدا. بصي سؤال جميل، وكان نفسي اصلا انت تساليه لي، يعني لما حد يشوف الفنجان ده غيب ولا علم؟ الفنجان ما هو بيحصل معانا، بس غيب. محمود بس غيب معانا. ام محمود احنا فتحنا المداخلات، فيكون معانا ام محمود. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وحضرتكم بخير. وحضرتك طيبه وبخير. بعد اذنك عندي حلمين لو سمحت. اتفضلي استاذه عصمت مع حضرتك. اتفضلي. اول حلم انت حلمت ان الناس كلها نازله تحت الميه، خايفه من فيروس كورونا. خلاص هو ده كده بس؟ لا ده اول حلم. طب حضرتك قولي التاني وافسر لك الاثنين مع بعض. التاني حلم انا كاني كنت في الكويت انا واولادي، وبعد وديت المتوفيه، وبعد كده كان وديت المتوفيه ب 30 ايه؟ ب 30 حتتين كده حلاوه جلاش او كنافه. فبتقول لي كانوا بايظين اسمها جلاش او حلاوه او كنافه. اكلت منهم حته قلت لها كويسين. قلت لها لا كويسين. بعد كده كان في زي الزيت كده من الاسود ده، فاخذناهم معانا واحنا جايين البلد كده مصر، يعني جايين على مصر. انت بتقولي كان في ايه؟ حضرتك بتقولي كان في ايه؟ كنا احنا في الكويت، على اساس ان احنا كنا في الكويت الحلم يعني، بس جايين مصر انا واولادي وولاد والدتي المتوفيه معانا. فوالدتي المتوفيه جبت حته حلويات كده بدوقها، قلت لها تدوقها، لقيتها كويسه، قلت لها لا كويسه. فكان معانا بيت كذا ازازه بيت كده من البيت لبيت وبتاع، فجبناهم معانا برضه احنا جايين مصر. فلفل اسود؟ بس كده. فلفل اسود صح؟ بيبسي اسود. بيبسي اسود؟ بيبسي. بيبسي اسود. بيبسي. ايوه. تمام. ماشي. السلام عليكم.
في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد نبينا وشفيعنا يوم الدين. أول حلم بيقول إن بنتها شايفة الناس تحت البحر وخايفة من الكورونا، ده طبيعي لأن دي الدنيا، فالناس بتستخبى، اللي بيلبس كمامة واللي عايز يقفل عليه الباب، فده حلم مفسر نفسه. تمام. دي رؤية على فكرة. دي رؤية. الحلم الثاني هي في الكويت ومامتها معاها وحاسة إنها راجعة مصر، هي عندها أزمات شديدة جدا، مامتها جات لها متوفية فبتديها أمن وأمان، وخاصة إن هي اديتها حتة حلويات، الحلويات خير من المتوفي، بس في مياه غازية، في شوية فتن عندها في البيت نفسه، يعني ما بين ولادها، ما بين زوجة ابنها، ما بين، لكن في النهاية أنت في أمن وأمان يا حاجة، لأن أنت نازلة مصر، يعني مصر لو ذكرت تبقى في امن وامان على طول. ربنا يعديكي من الفتن دي على خير، والله اعلى واعلم يا رب ان شاء الله. نرجع بقى لسؤالنا تاني، الناس اللي بتخلط ما بين تفسير الاحلام وعلم الغيب، ما هو في فرق ليه؟ لان حضرتك اللي بتحلمي انا بفسر لك حلمك. صح. تمام، بفسره لك بالقران والسنه، ولو طلع صح ما هو انا بفسر، ما هو انا ما هو ان اصبت فمن الله. صح. ان اصبت، بس في بعض الناس بتقول ان ده علم غيب، طب هي عرفت منين؟ مش في رموز ودلائل؟ مش القرآن في رموز ودلائل؟ هل سيدنا يوسف عليه السلام كان بيعمل الغيب؟ هبة من الله عز وجل، ده اللي احنا عايزين نوصله نقول. ما هو لما سيدنا يوسف احنا بنحتذي بايه؟ بالرسل في كل سيرتنا طبعا بنمشي عليها. سيدنا يوسف فسر هبة من الله، سيدنا محمد كان بفسر، احنا مش انبياء طبعا، حاشا لله ان احنا نكون شبه الانبياء، بس في رسالات بتورث، يعني لازم الناس تفسر ليه. يعني مثلا في انتهاء كورونا، في حاجه مثلا حلم شفته مثلا او واحده قالته، فبيبشر، ففي مبشرات، هي دي اللي لازم نبقى مبشرين بيها، بس مش الفنجان عندي ده غيبيات بالظبط، هنرجع له بس، لان ده انا بشوف حاجه انت ما قلتيهاليش. صح. انا بشوف الغيب، هنتكلم عن ده، بس هناخد الاول ام محمد من الفيوم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن عندي رؤية بس عايزة أحضرها. اتفضلي يا أستاذة، عايزة أسمع حضرتك. أهلا بيكي. أنا عندي حلم لأختي، حلمت إن هي ماشية في طريق وعمالة ماشية بتعيط، وكل ما تمشي بتلاقي سكينة، كل ما تمشي بتلاقي سكينة، لحد ما وصلت لآخر الطريق فقابلها واحد بيقول لها أنت بتعيطي ليه يا أبلة؟ قالت له والله انا بعيط عشان وانا كل ما امشي بلاقي في طريق سكينه. قال لها لقيتي كام سكينه يعني؟ قالت له لقيت 5. قال لها ان شاء الله الخمسه دول هيكونوا 5 حاجات يعني فتحة خير عليكم. اختك متزوجه ولا انسه؟ لا انسه. طيب اختك اتخطبت قبل كده والخطوبه اتفسخت؟ لا والله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اولا الخمس سكاكين هي عندهم 5 ازمات، كل سكينة منهم بسكينة، يجي الحلم هنا بسكينة. فده تبشير بأن عندهم 5 أزمات في نطاق العائلة بتاعتهم هيخلصوا بإذن الله، والله أعلى وأعلم. تمام، نرجع بقى للفنجان، نتكلم بقى عن الفنجان، لأن في ناس بتاخد بده وفي ناس بتصدق فعلا. الفنجان حضرتك ما بتقوليليش حاجة عن حياتك وما بتقوليليش حلم، ما عنديش أي رمز ولا دلالة أنا أفهم منه حاجة، فببص بقولك حاجات مثلا لأربعين يوم، هو اسمه فن الجان مش فنجان، هو اسمه فن الجان، فبالتالي ده ضرب بالغيب. فن الجان، ما هو فنجان جاي من ايه؟ فن الجان. وتلاقي دايما الناس اللي بتقرا الفنجان بيكون القرين بتاعهم نشط زياده، او عندهم مس، او عندهم سحر، فتلاقيهم موضوع بقى ايه معاهم حلو جدا، ويقولوا لك كل حاجه فعلا بالظبط، وتحصل لان الشياطين عندهم سمع، فبييجوا يقولوا مثلا كل حاجه تحصل شايفين، فانت بقى بتقتنعي بالعلم ده، بس للاسف اللي بيقراه واللي بيتقرا له ملعون 40 يوم ما بيتقابلوش اي عباده. طيب هيكون معانا امنيه من الاقصر. امنيه. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. ثواني. انا ممكن بس اقول لك حاجه؟ انا مش دكتوره. أيوه. انا مش دكتوره. انا فقيره الى الله. انا حلمت حلم اني حاجه من منور نمل. الو. ايوه معاكي. حلمتي ايه؟
حلمت حاجة إني ناس لحاجة من منور، يعني زي منور كده ناس، ولابس عمة بيضة وجلابية. قال لي أنا رسول الله، أنا سيدنا محمد. وبعدين راح نزل في مطرح مش ماشي مش جاي، كأني جاي من السماء وقعد في المطرح. راح بعدين قال لي هاتي علبة خضراء. ثواني بس، ثواني أمنية، أمنية عايزة أسألك سؤال. انت بتقولي واحد جاي لك من المنور، صح كده انا سمعت صح؟ اه. ولابس عمامه بيضة وبيقول لك انا رسول الله. انا رسول الله وانا محمد. طب تقدري توصفي لي شكله؟ يعني شفتي يعني شكله بوضوح؟ يعني في كاني نفر قدامي. يعني ما حسيتيش كده؟ يعني قولي لي الملامح اللي شفتيها. طه يعني مش يعني في نفر قدامي بعمامه بيضة وجلابية. زي كأني جاي من السماء. وراح بعدين قال لي هاتي علبة فيها مية. تمام. بعد ما قال لي هاتي علبة فيها مية، رحت هي لفيت حواليها. راح قال لي لفي حواليها. راح ايه؟ لفي حواليها. بعد ما لفيت حواليها. لفي حواليها. قال لي لفي حواليها. راح قال لي بعدين لفي دي لفة ذكر الله. ايه لفي ايه؟ لفي دي لفة ذكر الله. لفي بذكر الله. تمام. راح بعدين قال لي خلاص امسح البيت اكنسي يعني. انا عنكمس البيت بالمكنسه. رحت انا عنكمس، لقيت رده طالع. طالع رده ازاي؟ رده. رده كمان كتير، مش قليل، كتير. تمام. طبعا عم اقول ازاي انا عنكمس لحد يطلع تراب، كي يطلع رده. ومعي حلم تاني، معي امي حلمت حلم. لا ثواني بس، ثواني يا امنيه، امنيه انت متقطعه في الصلاه صح؟ يعني لا مش يعني، ده اكيد. ازاي؟ وحلمت حلم تاني برضه. استني يا امنيه. استني يا امنيه، الحلم ده مهم جدا ليكي، ليكي انت، انت متقطعه في الصلاه وجامد جدا صح؟ امنيه؟ لا يعني. طب خلاص ماشي. انتي متجوزه ولا انسه؟ لا انسه. متاخره في الجواز شويه؟ لا يعني انا لي 20 سنه يعني مش كبيره. بالنسبه متاخره. طيب بصي يا امنيه، الحلم الاولاني لازم تنتظمي على الصلاه، لان انتي بتقطعي وبترجعي وهكذا، انتي عندك رده في الدين، خدي بالك. فهماني؟ سمعت. وبعدين السبحه انت لازم تصلي، لان كمان عايزه اقول لك على حاجه، انت في سر بينك وبين ربنا، لو انتظمتي عليه هتاخديه، ما انتظمتيش عليه ضاع منك. اختاري تمشي بقى في طريق حلو ولا يضيع منك الحاجه الحلوه. طب ممكن عندي كلمه؟ قولي. في حد بيوشوش. قولي يا امي عشان الوقت. طب ازاي حكيت المصليتين يعني؟ ايه؟ انا حلمت حلم اني راح نشتري مصليتين. تستلمي ايه؟ تشتري ايه؟ نشتري مصليتين. مصليتين سجادتين يعني. سجادتين. تمام. وانا يا امي مفضلك حلمة حلم. طب السجادتين انت اشتريتيهم؟ اصل بصي انت ما ينفعش ننقل، لازم في سؤال اساله لك عشان اجاوبك صح. السجادتين اشتريتيهم في الفعل؟ انا اشتريتهم. فاكرة الوانهم؟ اللي في مفيق. فاكرة الوانهم؟ يعني زي مش متأكدة يعني، اخضر على احمر حاجة زي كده يعني. اخضر واحمر؟ يعني مش متأكدة، حاجة ممكن خضر. طب اسمعيني بقى اللي اقول لك عليه، اسمعيني. لو انتظمتي على الصلاة هتاخذي اللي انت عايزاه، لان هم مصليتين، هتصلي الله عز وجل، هتصلي اللي يهواه قلبك، والله اعلى واعلم. كملي. انت يا امنية؟ أمنية معانا؟ تقريبا قفلت. وعشان الحلم الأولاني كوباية المية، كوباية المية زواج، فهي لازم تعمل حاجة لربنا لله عز وجل، ولازم تعمل الطاعات عشان اللي جاي لها حد حلو، فهي لازم تتعب عشان تاخد الحلو. كويس إن احنا وضحنا لها ده، لأن واضح إن هي بسيطة شوية، فهي الموضوع صعب شوية. هي جميلة. طيب عاوزة أسأل حضرتك، هل الرؤى كلها ليها تفسير ولا لأ؟ في رؤى مش محتاجة تفسير، يعني في حاجة كده أنتِ بتشوفيها مكتوبة. تفسر. بسال هل في رؤيه ممكن قابلت حضرتك ملهاش تفسير؟ اضغاث الاحلام
ملهاش تفسير. يعني دي طبعا ما بتصنفش ان هي رؤيه اصلا. لا 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 لا، ما بتصنفش انها رؤيه. ما احنا قلنا قبل كده الرؤيه دي تبشير، تحذير، انذار. الحلم ما يهواه يعني النفس، بس مع الدعاء والتقرب لله، فربنا يبتدي يديكي رموز ودلالات ان الحاجه دي خلاص هتجيلك. ما يهواه النفس اللي انت تتنقلي من هنا لهنا 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 وما فيهاش ولا كلمه واحده مدلولها ان انت جايه من ربنا يعني. طيب سؤال مهم بقى، هل بتقدري تفرقي ما بين اللي بيحكي لك رؤيه، بقول لك رؤيه دلوقتي سواء بالكذب او بالصدق، هل بتقدري تفرقي ما بين ده وده؟ طبعا طبعا. هو انا السؤال لما اتطرح عليا كان بالنسبه لي غريب، لان انا مثلا لو شفت رؤيه او شفت حلم فمثلا باجي اقوله لحضرتك فهتفسريه لي، فبالتالي انا عايزه اقوله صحيح عشان يوصلني تفسيره صحيح، فليه الناس ممكن تكذب وحضرتك بتعرفي ده ازاي؟ اولا هي عشان مش الحلم مش واضح، فبتعمل رمزين عكس بعض. يعني عارفه مثلا ما ينفعش مثلا ايه يبقى معاكي يعني لسه حلم، لا بلاش اسرار الناس بلاش. بس بصي انت لما واحده بتقولي حلم مثلا، انا واحد قال لي او حلمت بواحد بيقول لي ان انا مثلا مسكت ايدك وخلاص احنا هنتجوز، فاهمه؟ فهمت. فبقول لها ايه؟ كذاب. واحده لسه قايله لي رؤيه قريبه قالت لي في واحده حلمت بيا وفسرت احلام، بس طبعا من غير ذكر اسماء، انها بتقول لها انا حلمت بيكي انك بتديني رموز ودلائل الاحلام كلها. قلت لها كدابه، عايزه تاخد علمك. اللي بتقول لمفسره الاحلام انا، ايوه حلمت، انا حلمت ان انت بتفتح لي الكتاب وبتديني كل الرموز وخاصه رمز، يعني عشان ما تبقاش واضحه قوي رمز معين. قلت لها الرؤيه دي كاذبه لانها عايزه تاخد علمك. تمام. ده بقى لو انا مثلا محتاجه من حد حاجه، لكن انا ممكن اجي اقول لحضرتك رؤيه عني او انا حاجه انا شفتها واكذب فيها، لو حاجه تخصني انا. ما هو حاجه تخصك انت، لو ايه بقى يعني انا احس مثلا او عايزه اسمع منك حاجه. لا مش انت اللي عايزه تسمعي، انت عايزه تسمعي حد الرؤيه دي، يعني تفسيرها ايه، فهماني؟ يعني انت مثلا يعني واحده مثلا برضو قابلتني حماتها مضايقاها فعايزه تقطع علاقتها بيها، فالفت رؤيه وعايزه تمشي الرؤيه، انا عارفه انها كدابه. ما هو برضو ربنا اللي يديك الهبه دي فيديكي احساس باللي قدامك هو صادق ولا كذاب، فهماني؟ فانا قلت لها يعني تفسير تاني على فكره، قالت لي يعني دي مش معناها كذا، فاهمه؟ فقلت لها لا، هي دي لا كذا ولا كذا، حضرتك للاسف الرؤيه كاذبه، لان دي مسؤوليه، هي عايزه توصل لجوزها ان هي تقطع حماتها خالص، ودي بقى من عند ربنا، فاهمه؟ فانا اسفه، انا مش صح. يعني انا مش هفتري. طيب حضرتك قلت لنا دلوقتي اللي ممكن ما يتفسرش هي اضغاص الاحلام، طب احنا ازاي نعرف ان والرؤى الوحشه؟ ما بفسرش اي رؤى ممكن تكون فيها حاجه وحشه للبني ادم هتقع. طب في مقوله ان انا الرؤيه الحلوه اقولها والرؤيه الوحشه ما اقولهاش او العكس، هل الكلام ده صحيح او لا؟ لا مش صحيح، لان ممكن حد يقول لي رؤيه هو شايفها وحشه بس تكون حلوه جدا ليه. يعني ممكن واحده مثلا تقول لي انا كنت ماشيه في بالليل في الشارع وكنت بعيط، هي شايفاها بقى قايمه استر يا رب. بالعكس انا بالنسبه لي مختلفه، الليل بيعقبه ايه؟ نهار. بعد انت في ازمه بس الفرج جاي سريع، صح؟ فهماني؟ فهي تختلف. طيب نفرق ازاي ما بين الحلم والرؤيه واضغاص الاحلام؟ اعرف منين ان دي اضغاص احلام زي ما حضرتك قلتي ان احنا ما بتتفسرش، اعرف منين ان ده اضغاص احلام؟ ان انا اصحى من النوم لو انا صاحيه مفزوعه ما اقلقش، ابقى عارفه ان دي اضغاص احلام. بصي ربنا بيدي الحاجه وبيدي يعني عارفه اللي هو ايه، دليل كده، فانت بتبقي صاحيه عارفه انت حياتك انت قبل ما تفكري في ايه او دنيتك ايه، ما فيهاش مدلول واحد تدوري على تفسيره، كله واضح، فخلاص هتبعتي تفسري ايه، فاهمه قصدي؟ طبعا حضرتك رسالتك اللي كل مره بتوجهيها للمشاهدين في نهايه فقرتنا اتفضلي. والله لسه كان قريب حد بيقول لي طب الـ يعني احنا حلمنا حلم حلو او رؤيه حلوه هتتفسر امتى؟ هقول لهم حاجه بقى واحده، طبعا بقولها في الجروب عندي بناتي حافظينها، طبعا مش عارفه ان هم بناتي كلهم طبعا، بس بقولها للناس كلها، ربنا اداكي الامل انت تعملي، هتقعد مستني ولا تسعى؟ نسعى بالصدقه، نسعى بالدعاء، نسعى بالعباده. لو جه مدير وقال لك انت ليكي ترقيه بس انا مش عارف لسه هتاخديها امتى، بتعملي ايه؟ تفضلي بقى تعملي مجاملات وتدوري تراضيه ازاي؟ طب ربنا بقى اللي هو ربنا يعني ادانا امل،
نقعد ولا نسعى؟ العباده، العباده، العباده في تحقيق الرؤى، العباده في فتح كل خير للدنيا، العباده في نيل الدنيا والاخره، العباده في البعد عن الشياطين والمس والسحر، العباده ان انت ما تخليش اي ساحر يقدر يقرب منك ولا يبعت لك اي خادم سحر. العباده، انا قاعده القعده دي بالعباده، انا ما تعبتش يعني ما جريتش ودرست وعملت، انا تقربت لله، رحت بصدق، ربنا اعطاني واداني بزياده. فالعباده يا جماعه مش عارفه اقول اكتر من كده. انا بشكر حضرتك جدا، حضرتك كنتي منوراني النهارده، وبشكرك نورتينا برنامج حوار مع الكبار للمره الثانيه، وان شاء الله يكون لنا لقاءات كتير جايه باذن الله. مشاهدينا كده خلصت حلقتنا النهارده من برنامج حوار مع الكبار، وانتظرونا الاسبوع القادم.